السلام عليكم. نبدأ الفيديو. حسب الله ونعم الوكيل. في كل راجل غدار يغدر بزوجته بعد ما أمانته عن نفسها وعن أولادها. الراجل اللي قدامكم ده قتل زوجته وقدم جثتها للقربان للجن عشان خاطر يطلع الأثار اللي في المقبرة. الست دي اسمها دنيا الغلبان، عمرها 29 سنة، من قرية دفنه بمحافظة الفيوم. الشيطان لعب في دماغه وصور له اللي هو يقتل زوجته عشان خاطر الاثار. طبعا هو ما استفادش حاجه، ودي جنازتها امبارح. شهدت جنازتها البلد كله، وكله بيترحم عليها وان شاء الله في الجنه ونعيمها. هو بقى ان شاء الله القصاص العادل، وهينعدم زي اي شاب او واحده قتلت روح بريئه بدون ذنب. شرت 3 أطفال بعدهم عن أمهم، ودلوقتي هو هينعدم وهينحرموا برضو من أبوهم. ده كله عشان الفلوس. الفلوس عمرها ما كان بتجيب سعادة. حسب الله ونعم الوكيل، وربنا ينتقم من كل ظالم ومن كل واحد بيفتري أو واحدة مأمناله عن حياتها وعمرها، ويتخلص منها بالطريقة البشعة، يذبحها ويقدم دمها وجسمها لقربان للجان عشان خاطر يرضوا ويفتحوا المقبرة الأثرية. طب هو استفاد ايه دلوقتي؟ ما استفادش حاجه، غير هينعدم وهيضيع مستقبل اولاده، غير اللي هو قاتل ومحدش هيترحم عليه. هي بقى هتدخل ان شاء الله باذن الله الجنه عشان ماتت مغدوره، تدخل الجنه ونعمها وربنا هيغفر لها. حسب الله ونعم الوكيل. نصيحتي لكل ست، مفيش امان، ما تامنيش لاي حد، ولا جوزك ولا اخوكي ولا ابنك. الزمن اللي احنا فيه ده زمن ما يعلم به ربنا، ده من علامات الساعة. خلاص البنت تقتل أمها، والراجل يقتل زوجته، والزوجة تقتل زوجها، والأم تقتل أطفالها. ده من علامات الساعة. طبعا كترة الأيام دي الزنا والفواحش والكاسيات العاريات، والناس بتجهر بالمعاصي والقتل، ده كله برضو من علامات الساعة. وربنا عمال يبعت لنا زلازل وبراكين من شوية، ما هو من اللي احنا بنعمله. أشر خلق الله هو البني آدم، أشر من الحيوانات. الأسد عنده رحمة بزوجته وبأولاده، أي حيوان في الدنيا عنده رحمة مع أنه مولود بالفطرة. وإحنا ربنا ميزنا بالعقل، ورغم كذلك بنستخدم العقل في أذية البني آدم. بتلاقي البني آدم يولع في أخوه وهو عايش، والراجل يقتل زوجته بدم بارد ويقتل أطفاله. ده كله عشان الفلوس. طبعا الفلوس ده وسيلة عشان خاطر البني آدم يكمل حياته ويعيش، مش جاية عشان غرض معين أو هي أهم من البني آدم. إحنا اللي بنعمل الفلوس، مش هي اللي بتعملنا. وآخر كلامي، أنا مش هقول غير حسب الله ونعم الوكيل. في كل واحد غدار، وربنا إن شاء الله بإذن الله هيجيب لها حقها والقصاص العادل بإذن الله، وينتقم منه ربنا.